السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. أعلنت الحكومة إعادة توزيع سعر أسطوانة الغاز نصف دينار، فيما عدلت عن رفع رسوم ترخيص المركبات على أن تطبق القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء على من يشتري مركبة فوق 3000 سي سي اعتبارا من اليوم. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دار البرلمان بطلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وضم رئيس الحكومة دكتور عبدالله نسور وعددا من وزرائه بالمكتب الدائم لمجلس النواب. وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أعلن أن الحكومة قررت تعديل رسوم الترخيص السنوية على المركبات الخصوصية بالتوافق والتشاور مع مجلس النواب، فيما قررت تخفيض سعر أسطوانة الغاز نصف دينار. مجلس النواب شهد جلسة متوترة وجه فيها عدد من النواب انتقادات قاسية للقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وسط محاولات لتعطيل تلاوة خطاب الموازنة العامة لسنة 2015، مطالبين بضرورة مناقشة قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة. أجواء مشحونة الضغط تحت القبة، حيث دار النقاش والجدال بين النواب، الأمر الذي دفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة لمدة من الوقت قبل أن تنعقد ويستمع المجلس لخطاب الموازنة. رئيس الوزراء دكتور عبدالله نسور دافع عن قرارات الحكومة، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية هي التي تتحكم بالقرار المحلي، وأكمل وسط مقاطعات النواب وهتافهم له مطالبينه بالرحيل، في حين طالب هو بحقه بالكلام، مبديا استعداده أن يتحدث حتى الصباح بطريقة حضرية وديمقراطية، مؤكدا أن حق النواب بمقاطعته يكون فقط إن خرج عن الخط. نتابع جزءا من التوتر خلال انعقاد الجلسة المسائية. نتناول في حلقة الليلة الأحداث التي شهدها مجلس النواب الخلاف النيابي حول قرارات الحكومة الأخيرة مع ضيوفنا نائب فواز الزعبي والنائب رول الحروب. الحوار يبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم، نبدأ حوار هذه الليلة ورحب بضيوفي الكرام. النائب فواز الزعبي، أهلا بك، شرفت بحضورك. والنائب دكتور الحروب، اهلا بك، شرفتني بحضورك. حياك الله. شكرا. اسمحوا لي فقط بدايه ان نذكر بسؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤيه، والسؤال يقول: هل تؤيد القرار الجديد للترخيص؟ والاجابه بنعم او لا، وسنستعرض الاجابات اثناء حلقه هذه الليله. استاذ فواز، مساء الخير مره اخرى. مساء النور. ليش شكلنا مندفع؟ بدي من عند ليديز فيرست. معلش اليوم احنا بنتجاوز على الدكتور، ولا بتسمح لنا وتقول لنا اليوم شو صار في مجلس النواب؟
يا سيدي، ما جرى في مجلس النواب في هذا المساء هو وجهات نظر، كل واحد له وجهة نظر. كويس. كان القرار قبل جلسة اليوم، كانت النواب متحمسة لاتخاذ قرار غير القرار اللي سمعناه اليوم. وعندما قرار ايش اللي متحمسين عليه؟ كانوا طرح الثقة في الحكومة. كويس. والعدد كان قد يصل الى 70-75 حسب ما سمعنا من وسائل الاعلام وبعض الزملاء. تغيرت اللهجة وتغيرت الامور بعد الحكومة ما بدأت توضح سبب ارتفاع اسطوانة الغاز وسبب ارتفاع ترخيص السيارات حسب المقاييس اللي هي لكل سيارة. نعم. تفاجأنا في مجلس النواب اليوم من دولة رئيس وزراء، مثل ما بيقول المثل، اقعد اعوج واحشي عدل. الحكومة اليوم ينقص شيء واحد. انا صار لي 23 سنة في البرلمان، لن اجد حكومة مثل هذه الحكومة لا يوجد فيها وزير اقتصاد. الذي يحدد الموازنة واقتصاد البلد هو وزير الاقتصاد. ولكن ما يجري الآن على أرض الواقع هو كله عبارة عن قرارات عشوائية، قرارات غير مدروسة، قرارات غير صحيحة، تطلق فورا بالإعلام والمواطن لا يعلم تفسير تفاصيل هذه الارتفاعات. لكنك وجدت تراجع الحكومة اليوم قرار جيد ومناسب. نعم، الحكومة اليوم تراجعت. نعم. عن قرارها، لأنه وسائل الإعلام هجمت هجوم يعني لا مثيل له بتاريخ 23 سنة برلمان. هجمت عليه هجوم كاسح للوضع الاقتصادي اللي بيعاني منه المواطن. طيب. للفقر، للبطالة. طيب. للجوع، للوضع الاقتصادي السيء، الملتهب من حولنا، يعني وضع غير جيد. هذا وجهة نظرك ما حدث اليوم. دكتور ولا شو وجهة نظرك باللي صار اليوم؟ لأنه كان في تحمس نيابي وثقة، و70 و76 نائب وصلت بعض الأرقام، وتغيرت اللهجة حالما وضحت الحكومة. تراجع أصلا الحكومة اللي عملته اليوم؟ التغير بدأ من الصباح قبل أن تعلن الحكومة أي شيء. بمجرد أن عرف بعض الزملاء النواب أن الحكومة ستجتمع، رئيس الحكومة ووزراء سيجتمعون مع المكتب الدائم، توقعنا جميعا منذ الأمس، توقعنا بأن هنالك تراجعا عن بعض القرارات لصالح تسجيل نصر جزئي لمجلس النواب، وبذلك يمتص الرئيس الغضبة أو يتجاوز الرياح العاتية التي هبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بكل وسائطه المتعددة، وعبر مجلس النواب ذاته من أقصى اليمين السياسي إلى أقصى اليسار السياسي. لا. ولذلك منذ الصباح بدأنا نلمس هذا الفتور. يعني لا أخفي عليك أننا منذ 3 أيام ونحن نعمل بدون نوم، من 3 أيام ونحن نجتمع اجتماعات متكررة متواصلة، فريق صغير من المعارضة المنهجية وليس المعارضة اللحظية أو المعارضة النفعية أو المعارضة المتذبذبة. نحن من البداية معارضون لهذه الحكومة، لم نمنحها ثقة، ثم طرحنا فيها ثقة. لو تذكر في قضية القاضي رائد زعيتر، وكنت أنا صاحبة هذه المذكرة ومع الزميل محمد الرياضي، اللي حصلت ونحن لما حصلت على ثقة أكثر من الثقة الأولى. بالضبط. وما زلنا نصر على طرح الثقة فيها لأن لدينا أسبابا موضوعية. القصة الأخيرة التي حدثت فيما يتعلق برسوم التراخيص وفيما يتعلق برفع اسطوانة الغاز وارتفاعات أسعار المياه وسلسلة ضخمة من الارتفاعات ليست إلا نقطة في بحر الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الحكومة. ولذلك عملنا يعني بشكل متواصل منذ 3 أيام، أردنا أن ننتهز حالة الغضب النيابي الموجودة، حالة الغضب الشعبي التي عبرت عن نفسها بشكل فاق التوقعات خلال الأيام الماضية، وأردنا أن ننتهز هذه الفرصة في طرح الثقة، خاصة وأنه كانت هنالك تصريحات ما شاء الله مزلزلة ومجلجلة، 73 نائبا سيطرحون الثقة وما إلى ذلك، واختبرناهم. بدأنا منذ يومين ونحن نتصل اتصالات هاتفية وقرأنا لهم المذكرة على الهاتف، واليوم أيضا مرينا عليهم بهذه المذكرة. كل ما تمكنا من جمعه من أصوات بعد يعني موجات من بديش أحكي الاستجداء على الزملاء النواب، وصلنا إلى 31 توقيعا فقط. 28 يعني المذكرة النيابية اللي كان يوقع عليها أكثر من 70 نائب، اليوم تقف ب 31 نائب موقع على مذكرة طرح الثقة في الحكومة. نعم، وليس فقط لأن الحكومة تراجعت عن قراراتها. أنا قلت لك هذا الفتور بدأ منذ ساعات الصباح الأولى. ليش بلش يعني شو التفسير؟ النواب اللي كانوا ضاجين
يعني يلوحون ويهددون، خلينا نحكي هكذا دون يعني، خلينا نحكي انه احنا في عندنا نوعين من المعارضه النيابيه في هذا المجلس. طبعا هذا بالنسبه للمعارضين، اما الاخرين فهم يعني ينتموا الى الموالاه النيابيه ان صح التعبير، ونحن هنا نتحدث عن العلاقه بين الحكومه والمجلس وليس بين النظام والمجلس. كل الاردنيين موالون للنظام الملكي الهاشمي، ليس هنالك من هو معارض لجلاله الملك. نحن نتحدث عن حكومات، هذا دورنا الدستوري ان نمنحها ثقه، ان نحجب عنها ثقه، ان نسائلهم نستجوبهم إلى آخره. كويس. فلدينا شكلان من هذه المعارضة. في معارضة منهجية، يعني تعارض السياسات التي تطبق في الدولة منذ بضعة عقود من الزمن مع الأسف الشديد، والتي جاءت هذه الحكومة لتمثل ذروتها. يعني عندما كنا نتحدث عن الليبرالة والليبرالية المتوحشة والرأسمالية المتوحشة، وكنا ننتقد فريقا بحد ذاته لأنه يأتي من إثنية معينة أو من لون معين، اليوم نحن أمام فريق لونه الظاهري يبدو مختلفا، ولكنه يطبق أفظع سياسات الليبرالة التي كان يصيح منها المواطن الأردني، وسأثبت لك ذلك حين تسألني بالأرقام وبالأدلة. فإذا هذه الحكومة تأتي ذروة لمثل هذا النهج من السياسات الاقتصادية المتوحشة التي تغولت في دماء الأردنيين وفي لقمتهم وفي رزقهم من كل الطبقات والشرائح. أنا تمنيت أن أرى وسيلة إعلام واحدة تعمل حلقة تلفزيونية واحدة عن خبر نشرته أجهزة الأمن العام قبل تقريبا 3 أسابيع إن لم تخني الذاكرة، وقالوا إنه هنالك 500,000 مواطن أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي. اتصل في أحد القضاة ليصحح لي المعلومة حين قلتها ذكرتها على شاشة إحدى الفضائيات، فاتصل بي قاضي صباح اليوم الثاني وقال لي خليني أصلح لك المعلومة، 600,000 مواطن أردني مطلوبون على خلفية قضايا مالية للتنفيذ القضائي. طيب هذا ذنب من؟ غلطة مين؟ غلطة هؤلاء المواطنين الأردنيين ولا غلطة السياسات الفاشلة اللي هربت الاستثمار وهربت معاه فرص العمل وهربت معاه فرص التنمية؟ غلطة مين لما بتطلع من الأردن خلال 3 سنوات هي عمر هذه الحكومة 5 مليارات دينار من الاستثمارات المحلية وليس الاستثمارات العربية ولا الأجنبية، استثمارات لأردنيين، وبتطفش حسب إفصاحات سوق دبي المالي وحسب إفصاحات حكومة دبي، تطفش هذه المليارات إلى دبي وإلى مصر وإلى قرغيزستان وإلى تركيا وإلى كردستان العراق، ونحن نتفرج. في هذا العام 2015 500,000 في قطاع الإسكان هربت إلى مصر وإلى تركيا، ونعرف أصحابها بالاسم، شركة شركة ومستثمرا مستثمرا. طيب واضح الأمور. نعم. يعني يا أستاذ فواز سيدي، ما المواطن بيعاني أنا أحترم، والنواب بعدين من وين 73 يا سيدي؟ في مثل شام بيقول 100 قلبه ولا غلبه، النواب بفزعوا بس ثاني يوم بتراجعوا، لأنه كلنا بعض زملائنا النواب لهم مصالح ولهم وليا سفواز من يعني من 70 نائب 30 ما عندهم مش مصالح، 40 واحد عندهم مصالح. لا لا لا، في إذا كملوا 30 الآخر غلطان، في نواب لهم مصالح وفي نواب لا يهمهم قرار رفع الترخيص أو رفع الغاز أو رفع البترول أو رفع أي مادة أو أي سلعة. خذ مثال الغاز، احنا اليوم الغاز تراجعت الحكومة من 7.5 إلى 7 دنانير. من الذي استفاد الغالبية الشريحة الأكثر؟ اللي استفاد رجل الأعمال، المقيم، الفنادق، الهيئات الدبلوماسية، الفقراء لم يستفيدوا، لأن الفقير ما بيصرف بجوز بالشهر يلا يصرف اسطوانة غاز، بينما اللي بيصرف الغاز المقيم اللي ما بيهمه، لأنه لما يروح يشرب نفس أرجيلة بأي مقهى بحط ال50 دينار بظل طالع حق ثمن اسطوانات غاز ما بهمه. نحن نأخذ من الفقراء ونعطي الأغنياء. وأنا مراقب يعني خلال هالفترة البعيدة الضرائب، ضريبة التهرب، ضريبة المبيعات على الأغنياء على بعض الحيتان والجمارك تتجاوز 1.5 مليار. هل أنت تقتنع بأنه إيرادات وزارة المالية الجمارك لحالها 450 مليون دينار، وشركات الاتصالات تدفع للخزينة 450 مليون؟ هل ممكن دولة استيرادها قد اتصالات؟ لذلك في خلل حكومي، في خلل في مؤسساتنا. ذكرت انه في 600,000 الدكتورة بجوز اكثر، هذول منهم 50%، عارف علش مطلوبين؟ من 5 دنانير ل50 دينار، وهي رسوم قضايا بالمحاكم، ممنوع من السفر، مطارد،
محصور عند أولاده، هذا بده يصيبه انفجار، هذا بده يصيبه، بده يرجع للعقول التكفيرية، بده يرجع للعقول المخدرات. يعني ضغط الحكومة لا تنتبه لمثل هذه الأشياء البسيطة، بينما الحكومة بدها ترفع أسطوانة الغاز 5 دنانير وترفع الرسوم. هناك قضايا بتقدر تحصلها أنت من خلال ضريبة الدخل على البنوك، مصة دم الشعب الأردني، ضريبة الدخل على شركات التأمين، من هم أصحاب شركات التأمين، مصة دم الشعب الأردني، وعند الحادث ما بيعطوه حقه، بصيروا يفاوضوه بيعطوه 25. طب أنت مش يوم دفعت عن قرارات الحكومة وقلت أنا ما دفعت عن قرارات الحكومة، أنا اليوم كنت واضح، أنا بسمع كلمات من بعض المقيمين هون إنه هناك مخطط خارجي يعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، قد يكون خطأ أو صحيح. أنا أحترم رأي وجهة رأي الدكتورة رولا، دكتورة لا خلاف، نحن والقيادة، نحن كل مجلس النواب وكل من يعيش على أرض هذه الوطن كلنا مع القيادة ومع النظام ومع جلالة الملك، ولكن ليس بعض الأحيان نكون مع أداء بعض الوزراء والحكومة. يعني لما أجيب 10 وزراء حالات إنسانية ما لهم مش علاقة، بسأل الوزير بقول له شو ليش جيت أنت؟ قال والله ما بعرف، أنا ما خدمتش خدمة علم، جيت الآن أخدم خدمة العلم على كبر. طيب هذا كيف بده يعطي الأردن؟ بقول له كيف بتعرف وزارتك هاي اللي جيت فيها؟ قال لي بعرف أنقل المكتي من هون لهون. طيب هل هذه دولة؟ هل هذا يجي بده يعطي عدم مؤاخذة يعني عطاء لدولة الآن تعاني من استقرار، من عدم استقرار اقتصادي سياسي؟ تفضل. منحت الثقة للحكومة؟ ولن أحجب ثقة يوما يا مع الحكومة. ليش؟ لأنه لو بدي أحجب ثقة لن يعني أرى اتخاذ قرار صائب بحجب الثقة عن الحكومة، كلها مزاودات. ما جرى اليوم جرى في عام حكومة عبد الرؤوف الروابدة وعلي أبو الراغب عندما كان جلالة الملك خارج البلاد، وقعنا وثيقة يوميتها 56 نائب بطرح الثقة بحكومة دولة عبد الرؤوف الروابدة، وهذه الوثيقة قد تم الدفع عليها مبالغ طائلة لرحيل حكومة عبد الرؤوف الروابدة. ومن ثم جاءت الحكومة جاء الذي كان يسعى لمثل هذه الطرح الثقة، وجاء هو رئيس حكومة. إذا دفع مبلغ ولكن عوضه بمئات المبالغ. نحن قد يكون هناك نواب لهم ارتباطات مع بعض رؤساء حكومات. هاي المعلومات اللي انت حكيتها انت مسؤول عنها. انا مسؤول عنها لانه انا مرضي توقع على المذكرة. طيب بس انا سؤالي. وكان سؤالي الاجتماع منزل ابو سهل عبد الهادي. طيب المجاري. خلص واضح ماشي. دكتور رولا مزاودات. يعني عشان نكون صريحين. مزاودات انا بقول لك. طيب تعرف مش الدكتورة معها 35؟ اليوم لو المجلس صوت على طلب طرح الثقة بالحكومة لنانت الحكومة 100 اللي انتخبوا معالي عاطف الطراونة والعشر اللي انتخبوني، ستحصل 110 نواب اليوم مع الحكومة لو تم، لو طرحت الثقة، لو طرحت 110 وسيكون هناك مناقشة مناقشة، الحكومة ستحصل على 112 صوت كمان لعلمك. صديقي دكتورة اسمعني. انتوا لما تحكوا من طرح ثقة في الحكومة و 76 نائب والآخر هي يوسف فواز وممكن أرقام وانت بتعرف انها دقيقة، إن الحكومة بتنط 110 كمان ثقة؟ ما هو أول وارد ثقة وارد جدا. تعطي قوة. طيب ليش المزاودات هاي؟ هاي مزاودات. هناك كثر من تحدثوا أن النواب يبحثون عن شعبية في الدورة الأخيرة. نعم شعبوية. نعم هذه هي المصيبة، مصيبتنا في من يدخلون على خط وهم ليسوا معارضة وليس لهم موقف سياسي ولا موقف اقتصادي، ولم يعرف عنهم أي فكر يذكر في أي اتجاه يذكر، لم يكتبوا مقالا واحدا، لم يقدموا استجوابا واحدا تحت القبة، ليس لهم أي رصيد في العمل السياسي، ثم يقفزون إلى المركب، يقفزون إلى المشهد وفجأة يتزعمون ويتسيدون المعارضة ويبدون وكأنهم سيحجبون، ثم إذا بهم بنفس الشارع وبنفس مجلس النواب. هؤلاء هم من أضروا بسمعة مجلس النواب. مين هدول؟ لما وقفوا وخطبوا الخطب الرنانة في وفاة واستشهاد القاضي رائد الزعيتر رحمة الله عليه، وإحنا صدقنا، إحنا المعارضة المنهجية صدقنا العنتريات اللي إحنا سمعناها، ورحنا استغلينا الفرصة، وفي نهاية جلسة المناقشة العامة قدمنا مذكرتين، واحدة من 10 نواب والثانية من 20 نائب، واحدة أنا قدمتها والثانية قدمها زميلي الرياضي، وقدمنا مذكرتين وطلبنا بطرح ثقة لأنه صدقنا العنتريات اللي سمعناها في موضوع القاضي رائد الزعيتر وجميع الكتب
الكتل النيابية طالبت بأربع مطالب، طالبت بالإفراج عن الدجامسة آنذاك، خليني أذكرك شوي، طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، طالبوا باستدعاء سفيرنا من هناك، وطالبوا بإجراء تحقيق دولي فيما حدث. أربعة مطالب أجمعت عليها كل الكتل وأجمع عليها كل المطالبات. طيب. ثم عندما لم تقدم الحكومة منها شيئا، لم تقدم للمجلس ولا مطلبا واحدا، ولا ربع مطلب ولا نصف مطلب، كان من المتوقع أن يغضب المجلس لنفسه على الأقل، إذا ما بده يغضب لكرامة الأردنيين، وما بده يغضب لدم القاضي رائد زعيتر، وما بده يغضب للسيادة الوطنية التي ما بده يغضب لكل هذا، مش يغضبوا لأنفسهم على الأقل، مهم شبعونا عن تريات. فإذا بالذين يحجبون الثقة هم 29 واحد فقط، والبقية اللي غاب واللي امتنع واللي أعطى، هؤلاء هم من يضرون بسمعة المجلس. أنا بفهم لما الإنسان يكون ثابت على مبدأه مثل فواز، بحترم فواز لما بحكي لك أنا مش راح أطرح ثقة بحياتي، برافو عليك شكرا، أنا ما بزعل من الشخص اللي مثل هذا المتسق مع نفسه ومع مواقفه، بحكي لك أنا يا أخي مع الحكومة ولن أكون إلا مع الحكومة على رأسي. إنما هؤلاء المتلونون الذين يدعون أنهم ضد الحكومة ثم يمنحونها ثقة، وبركبوا موجة الإعلام وبركبوا موجة السوشيال ميديا وبشبعون صراخ داخل المجلس، وبعدين لما بنيجي بنحطهم على المحك ولا هم كلهم فالين، تدور عليهم بالمجهر وينهم. تفضل لو سمحت دكتورة. أنا لما أطرح ثقة وأنت أو لما أعطي ثقة وأنت تعطي ثقة، هناك نعود للنظام الداخلي. أي 10 نواب يقوم بتقديم مذكرة بطلب طرح الثقة من الحكومة، ومن ثم التصويت. العشر نواب إذا قدموا بلاقوا جبهة كأنك أنت بتقاتلي في جبهة قتالية ضدك، ضد العشرة ضدها. كانت أول في مجالس نواب كان لها وضع على أرض الواقع. أنا بدي إياك تقدم شهادة على الهواء، إيش بيصير فيها لما بقدم اقتراحات تحت هذه القبة؟ ما الذي يحدث؟ 90% ضدك. 90% ضدك. ليش؟ هلا إنه اللي بحكيه غلط؟ لا، لأنك أنت لك وجهة نظر، هم بيفكروا إنك جاي أنت تعملي شعبوية وبدك تعملي بطل أمام الإعلام أو أمام العالم. ما صارت شعبوية وصفها 76 نائب يوقع منهم ولا 73 نائب. طيب جميل جدا. إذا كان لا والله أنا بدنا اسمحوا لي بس دقيقة، اسمحوا لي، إذا 73 نائب بيوقعوا على مذكرة وتدورها وسائل الإعلام المختلفة وأسماء مقترحة وأسماء توصل 30 عند الجد، هاي مش شعبوية؟ طيب ممكن في إحدى الزملاء وقع على مذكرة وكان هو قائد الحملة، يوم من الأيام رحت على دولة الرئيس دولة عبد الله نسور نحترمه، وجدت اللي قائد المذكرة عند دولة الرئيس وسحبها. إجا اتصل قال والله أنا نسيت ما قريتش المذكرة، ليش وقعت فكرت أعرف شيء، سحب توقيعه. المبدأ مبدأ مجلس النواب قاعد بضر بالوطن، لازم مجلس النواب يكون له قرارات 100% وعدم التراجع عنها. ليش؟ لأنه إذا مجلس النواب كان قوي، الشعب قوي، وهناك الثقة تتم في البلد وفي الدولة وكل شيء. أنا هذه النقطة بدي أحذر منها، وياريت ننتقل إلى تقييم أداء هذه الحكومة الاقتصادية قبل ما أقيم اليوم بس الحكومة. لا حابة أحكي شغلة بس شغلة للمجلس، شغلة لزملائنا النواب، لأنهم لا يدركون، بعضهم لا يدرك ما الذي يفعله بسمعة وهيبة وكرامة مجلس النواب. نعم صحيح. عندما يرفع المجلس سقف توقعات الشعب الأردني بخطاباته الرنانة وبالوعود التي يطلقونها وبالوعيد والتهديد، ثم يأتون على أرض الواقع فإذا بهم قد تراجعوا عن كل ما قالوه، ما الذي يحدث لهذا المجلس؟ الناس بتبطل تؤمن بالمجلس، بتبطل تثق بالمجلس. الأفضل لهم أن يكونوا متسقين ومنسجمين. إذا أنت في صف الموالاة خليك في صف الموالاة، ليش بتنط من الموالاة للمعارضة؟ اللي في المعارضة كمان بده يثبت، مش مرة معارضة ومرة موالاة على حسب الريح وين بتهب الريح. هذا هو ما يسيء إلى سمعة وهيبة مجلس النواب، التذبذب وعدم الانسجام وعدم الاتساق في المواقف. بس اسمحي لي يعني دكتورة، الحكومة أولا، الحكومة اليوم ما سكتت، يعني أنتوا ضاج النواب فعليا الواقع على نصف دينار ارتفاع على الغاز وعلى تعديل ترخيص مركبات. الرئيس ووزراءه دخلوا إلى المجلس، جلسوا مع المكتب الدائم، شرحوا، وضحوا، تراجعوا وقدموا ما أرادوا النواب. فأي أي زميل من 76 اللي وقعوا ممكن يجي يقول لك أنت ليش ما بدك يعني أنا أنسحب؟ الحكومة بررت ووضحت والحكومة تراجعت، أنا بدي أنسحب خلاص. ممتاز هذا اللي أنا كنت بدي أحكيه في البداية وما كملتش كلامي. ممتاز، هذول على رأسي،
احترمهم. يعني اللي كانوا غضبانين عشان والله هالنص ليره تبع جره الغاز وعشان رفع رسوم تراخيص المركبات ثم تراجع الرئيس بشكل او باخر نسبيا عن جزء من هذه القرارات نسبيا لانه انت لما بنص ليره بتروح موزعها على باقي المشتقات النفطيه انت في الواقع الارهاق المالي ظل هو نفس الارهاق المالي على المواطن الاردني بل زاد لانه نسبه استهلاك البنزين والسولر والكاز هذه المشتقات اعلى من نسبه استهلاك الغاز المنزلي. فانت في الواقع راح تدخل مصاري اكثر بالقرار اللي انت اخذته القرار الذكي اللي انت اخذته وتذكيت به على مجلس النواب. فهي بدنا ننساها. يمكن قدم للمجلس فعلا انه هو جمد القرار المتعلق برسوم المركبات وحكى والله لن ينطبق باثر رجعي وانما سينطبق على السيارات اللي بترخص الان السيارات الجديده اللي بتنشر الان راح نطبق عليها. هذا قدم فيه شيئا لمجلس النواب ولكن انا ما بزعل. اسمحي لي عشان فقط اعطيكي معلومه ان هناك حديث وان هناك مصادر حكوميه تتحدث عن تراجع حتى في قرار توزيع فرق الغاز على المشتقات الاخرى. هذه تصريحات صحفيه. تفضلي. ايا يكن شهر 12 ايا يكن ما قدمه دوله الدكتور عبد الله نسور للمجلس اللي تراجع لانه قدم هذا على راسي. يعني اللي كانت معارضته مبنية على النص ليرة تبعت الغاز وعلى رفع رسوم تراخيص المركبات وتراجع هذا على رأسي لأنه معارضته مبنية على نقطتين والرجل تراجع عن النقطتين. ولكن هل يعقل أنه في معارضة نيابية راشدة بتطرح ثقة في حكومة عشان هالموضوعين ولا عشان سلسلة من السياسات الفاشلة؟ إحنا كتبنا مذكرة أخي محمد من 10 نقاط أساسية ولسه بتعرف لو بدنا نكتب بنكتب 40 نقطة أساسية. بس النواب ما وقعوها. اللي انتشر على مواقع في الإعلام لم تكن هذه العشر نقاط وقعت أمس أو نشرت أمس مش هيك؟ لا هي المذكرة مبارح انكتبت. مبارح. واليوم وقعوا عليها النواب. مبارح وقعوا عليها 10 واليوم وقعوا عليها البقية. طيب. طبعا هي هذه. هم في البدايه ما كانت ما احنا حكينا معهم على التليفونات محمد. احنا حكينا 76 مش ال 76 احنا ما حكينا مع ال 76 ال 76 احنا بنعرف نصهم مش جادين يا ابن الحلال. يعني لا تخليني احكي كلام ما بدي احكي. خلينا يعني اسمعني لما نطلع امبارح ونحكي. اسمحي لي دكتوره. احنا لما نطلع امبارح ونتساءل عما سيحدث في مجلس النواب اليوم ونتحدث عن انه في اكثر من 70 نائب وائتلافات نيابيه وكتل نيابيه. محمد هذا انا بدي اعطيك وبدي اعطي مشاهدي قناه رؤيا ارقام ولكم ان تحكموا هل يجب على هذه الحكومه ان تستمر او لا تستمر. انا بدي اعطيك ارقام. هاي ميزانيتها. شايفين ميزانيتها؟ هاي مشروع قانون الموازنه العامه مش من جيبتي. الارقام اللي بدي اقدمها الان شوف يا سيدي العزيز ايش اللي مكتوب فوق الجدول رقم 7 الإيرادات العامة للسنوات من 2014 إلى 2018 هذا الحكومة اللي هي مش الموازنة الوحدات المستقلة. هاي الوحدات راح أقرأ لك إياها. شوف يا سيد العزيز كيف سترفع الحكومة إيراداتها الضريبية وغير الضريبية في السنوات من 2014 اللي هي السنة الماضية للسنوات 2018 اللي هي بعد سنتين من الآن. اطلع علي. مجموع الإيرادات الضريبية في عام 2014 الفعلية المتحققة 4,037,000,000 وكسور. مجموع الإيرادات الضريبية اللي بدها تتحقق سنة 2018 5,376,000,000. يعني كم الفارق؟ 1,340,000,000. من أين سيأتي هذا الفارق؟ هلا راح أخبرك. اطلع على اللي وراها. مجموع الإيرادات المحلية سنة 2014 الفعلية المتحققة 6,031,000,000 ومجموع الإيرادات اللي بدها تتحقق في 2018 7,909,000,000. يعني بفارق 2 مليار تقريبا. طيب وين بدها تجيبهم الحكومة؟ خليني أحكي لك وين بدها تجيبهم الحكومة. طلع يا سيدي العزيز اسمح لي أقاطعك لأنه معنا اتصال هاتفي من النائب على الخلايلة أبو خالد. مساء الخير تفضل لديك ما تقول. يا هلا فيك. الله يعطيك العافية أخوي محمد للزملاء الأعزاء دكتورة المحترمة اللي أحترم دائما طرحها وفهمها زميلتي دكتورة الحروب وأخوي المخضرم أبو فراس النائب القديم الجديد. حقيقة أنا بعتبر اللي صار اليوم هو يعني انتصار للشعب الأردني. الحكومة تنازلت كعادتها زي ما تنازلت بضغط سابقا لما ضغط عليها مجلس النواب وتراجعت بسعر الكهرباء وتفهمت فعلا الضغط الشعبي اللي على مجلس النواب وقدرت هذا الأمر وانصاعت حقيقة. كذلك حدث هذا الأمر اليوم وانصاعت إلى ضغوط مجلس النواب والضغوط الشعبية. أنا اللي بدي أقوله أنه إحنا ضخمنا الأمور وأنا كنت عندك امبارح في لقاء وأنا أعتقد أنه الحملة. بس بدي أذكر أختي رولا
انه ما كانت في ولا اجتماع للسبعين نائب ولا للسبعين نائب ولا لثمانين نائب، كان كل الحديث كان حديث واتساب، ما صار اي اجتماع ابدا، وكان كله مراسلات الكترونية. واللي حدث هذا اللي حدث وتضخم الامور عندنا احنا في بيت بعض، الشعب الاردني اخذ رقم قال انه في 76 ونشرت الصحف المحلية والمواقع الالكترونية، ما صار الا اجتماع واحد حقيقة في مكتب الدكتورة لورا أنا سمعت فيه، وجوز اللي وقعوا على وثيقة عندها أكثر من 10 أو 7 أضرب منهم، واستعد أنه 10 يوقع. طبعا الدكتورة عندها أسبابها، جوز تكون في أسباب قديمة مو بس الكهرباء ورسوم السيارات، جوز في مجمل أسباب قديمة لها رأيها، وأنا أحترم رأيها وأحترم رأي أخوي أبو فراس لحجب الثقة عن الحكومة. طبعا أنا ما كنت أصلا مع الحجب هذه المرة ولا المرة اللي قبلها، وأنا حجبت عن هذه الحكومة وعن يعني عن بداية التشكيل. أنا بس بدي أذكر إخواني اللي عندك زملائي اللي أحترمهم وقدرهم إنه الحملة وإنه اللي حدث هذا ما صار أي اجتماع للنواب ووقعوا على وثيقة أو وقعوا على ورقة، ممكن يكون زميل صار في بيته ووقعها على أثر الواتساب. واضح جدا اللي حدث اليوم، انا اعتقد انه هو لمصلحه الشعب الاردني، لمصلحه الوطن، وهو هي ممارسه ديمقراطيه بامتياز. نعم. والنواب اللي عارضوا وهددوا بحجب الثقه حقيقه هم مواطنين منتمين لهذا الوطن. نعم. وكذلك الذين لم يبدوا التوقيع هم كذلك بنفس القدر، والله يعطيكم العافيه. أشكرك كل الشكر نائب على الخلايا اللي كنت معنا عبر الهاتف، ورح أرجع لك دكتور ولا أرجع لك أستاذ فواز، لكن بعد فاصل. وقبل الفاصل أذكر فقط بالنسبة الأولية لسؤال شارك ليلى، والسؤال يقول هل تؤيد القرار الجديد للترخيص؟ نعم 62%، لا 38%. بعد الفاصل نواصل. أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيفنا الكرام، وأذكر مرة أخرى بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية لهذه الليلة، والسؤال يقول هل تؤيد القرار الجديد للترخيص؟ النسبة الأولية 62% نعم و38% لا. دكتور ولا عشان ما أظني في الأرقام، أنه عارف الأرقام. لا 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 مهم، أنا خليني أوضح لك شغلة مهمة. لازم الشعب الأردني يعرف هذه الحقائق، يعرف طيب. لماذا نريد أن نحجب ثقة عن هذه الحكومة؟ ما هو ما في حجب. لماذا أصرينا؟ لا 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 حنحجب، مين حكى لك أنه ما في حجب؟ هسه برد عليها على الأرقام الدكتور. لما بوقع 30 واحد مزحة، يعني 30 واحد الدستور بيحكي 10 من حقهم يطلبوا جلسة طرح ثقة. طب ما أنت عارف النتيجة بيكد من برضو ما هيك. يا سيدي إحنا ماضون في قرارنا حتى النهاية. المجلس حر في قراره، احنا أقلية، احنا نحترم الأكثرية. احنا ما عندنا مشكلة مع قواعد اللعبة الديمقراطية، نحن لا نغضب من قواعد اللعبة الديمقراطية. كيف نحن نغضب؟ أي ديمقراطية اليوم والرئيس يتحدث وطبلتوا له على الطاولات وقلتوا له ارحل؟ يا ريت طبلنا له. جميل جدا. تقول النايت كلب قاعد يمطبل. خليني احكي لك، رائع، سؤال رائع. ليش طبلنا له على الطاولات وليش حكينا له ارحل؟ طالب بالديمقراطية، طالب بحقه الكلام. رائع. بتعرف ليش؟ احنا تركناه يحكي في البداية. أول 10 دقائق ما الذي حدث؟ سيطر على المجلس، سحر المجلس، ألقى التعويذة تبعته اللي بلقيها أول ما بيطلع على هالمنصة، وكأنهم يعني شو بدي أحكي لك، زي موسى والعصا تبعته لما برمي عصا. استنى بس، فبسيطر على المجلس، لأنه مع الأسف جزء من زملائنا مع الأسف الشديد لا يقرؤون الأرقام، جزء من زملائنا ليسوا مسيسين، ليسوا حزبيين، ليس لديهم نهج سياسي، فهم بيسمعوا هالكلام لمصفط الجميل وليس أمامه رئيس أقلية برلمانية يواجهه يعطيه عاطف الطراون الحق في أن يرد على كل كلمة وردت في كلام رئيس الحكومة في كل مرة يتحدث فيها، في كل مرة يستفيد من فرصة أنه بيقعد يخطب نص ساعة في مجلس النواب ويمكن أكثر في بعض الحالات وصل ل 45 دقيقة، وليس هنالك من يرد عليه. وحين يمنح النواب أحيانا حق الرد، يمنحون حق الرد في دقيقتين. لو كان في تقاليد ديمقراطية حقيقية كان أعطاني أو أعطى أي شخص من هالأشخاص اللي بيدعوا أن لديهم معلومات، وبنوقف وبنفند كل كلمة تحدث بها الرئيس في خطابه هذا وفي خطاباته السابقة. بس الرئيس بيمنعكم عن الحديث؟ الرئيس بيسمعكم؟ خليني بس أكمل لك. هلا مش الرئيس، رئيسنا اللي بيمنعنا. والله رئيس الحكومة ديمقراطي أكثر من رئيس مجلس النواب، يعني هذه هي الحقيقة المرة. خليني أرجع لك للأرقام وإلى أين نحن ماضون. إحنا حطينا 10 أسباب تدفعنا إلى حجب الثقة عن هذه الحكومة. بس والله قبل الأرقام بدي أعطيك واحد نسمع رأي أبو فراس. بس نسمع أبو فراس. استنى والله لا تحكي الأرقام. وعد. طيب يلا. أوكي. تعويذة.
شوف وسحر مجلس النواب وسيطر عليه في 10 دقائق دولة أبو زهير والنواب بصير النواب يطبلوا على الطاولة ويحكوا للرئيس ارحل لا هو ممكن أنا بقول لك يرحل من مبنى الرئاسة اللي ساكن فيه على بيته مش يرحل من الحكومة أنا هيك اللي فهمته يعني أخي محمد شوف بلغي تعويذ الرئيس دولة رئيس دولة رئيس الوزراء أنا أشاهده في جلساته عندما يريد السيطرة على قبة البرلمان وعلى النواب يصلي حاضرا سواء كان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تحت قبة البرلمان وهو جالس في مقعده ويتجه إلى أين؟ إلى ستاند الذي نلقي عليه الكلمات عندما يصلي يدعي في قلبه اللهم اهديهم في من هديت وهذا الكلام الذي يكسبه دولة عبد الله نسور تحت القبة اليوم صلى ما رضيش يروح تصلي برا المغرب يعني والعشاء صلى وين تحت القبة يعني استجمع قوة الطاقة الكونية ركزها نعم في تلك اللحظة الزمنية واستقطبنا كلنا اللي كان ضده صار معه بعدين دولة عبد الله نسور اليوم ونحن طالعين من مغادرنا بقول لنا هل 6-7 شهور تحملوني وسيذكر التاريخ انه هل انا قمت في واجباتي ام عكس ذلك هل اللي بيجي بعدي خليه يسوي ما بده ما شاء وخليه يعمل لكم من الحب قبة تعرف يا اخي محمد قديش رسوم الترخيص في تركيا للسيارات الفخمة 12 سلندر او 8 سلندر 7000 يورو بالسنة التأمين زائد الترخيص ليش لانه في رفاهية يعني اليوم كم واقف كم متوسط الراتب في تركيا بس اليوم باب مجلس النواب واقف سيارات اتحدى اذا السيارات اليوم اللي واقف في باب مجلس النواب موجوده في اوروبا او في الخليج سيارات بعدها بالشمع طيب ليش هذا مثلا بده يركب سياره فخمه ليش ما يطلع بيدفع بدل هالرفاهيه هالرسوم اللي بتنطبق عليه ادفع بدل الرفاهيه هل والله يجوز انا ما بديش ادخل قصه الرسوم السيارات هاي مساله ماينر مساله يعني هامشيه خلينا في جوهر الاشياء جوهر الاشياء تفضلي لما عشان بحكي لك عشان ناوي لما بحكي لك انه هذه الارقام ناوية تسحب من جيبه المواطن الاردني بس في موازنتها تبعت الحكومه لسه بدي اقرا لك موازنه الوحدات المستقله ناويه تسحب من جيبه المواطنين من كل الشرائح بدها تسحب مليار و340 زائد مليار و870 بتحكي عن ما يقرب من 3 مليارات خلال 4 سنوات من 2014 الى 2018 هذه كلها ضرائب ليش كلها ضرائب البند الوحيد الذي لا يقع في باب الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وبيع السلع البند الوحيد هو ايرادات دخل الملكيه تعرف كم قيمه ايرادات دخل الملكيه من موازنه الحكومه انا حقرا لك في عام 2014 قيمة هذه الإيرادات 516 مليون في عام 2018 ستنخفض إيرادات دخل الملكية إلى 370 مليون عارف ماذا يعني ذلك؟ يعني في مشروع خصخصة جديد قادم على الطريق في مؤسسة من المؤسسات اللي الحكومة بتملك أسهمها ستباع هذه الأسهم وتنخفض الإيرادات أنا بدي أعطيك رقم ثاني شوف يا سيدي العزيز موازنة الوحدات الحكومية المستقلة بتعرف كم إسهام إيرادات دخل الملكية في الموازنات تبعت الوحدات المستقلة قديش؟ عندنا 58 وحدة مستقلة بتعرف كم نفقاتهم وكم إيراداتهم إيراداتهم مليار و528 مليون وكسور يعني ما يقرب من 529 مليون المستقلة قديش بتعرف كم منها إيرادات دخل الملكية 90 مليون فقط والباقي كله شو هو بيع سلع وخدمات يعني إيش يعني جيبة المواطنين هذا هو المأزق الكبير اللي إحنا فيه في الدولة الأردنية خصخصت الدولة وباعت مواردها المالية التي كانت تدر دخلا على الخزينة ولم يبقى أمامها من أي باب تطرقه لجلب الأموال إلا زيادة الرسوم وبدلات الخدمات والضرائب إذن دولة الدكتور عبد الله نسور لم يوقف هذا النهج بل هو ماض في هذا النهج وسيخصص المزيد من المنشآت بدلالة أرقامه هو الموجودة والتي لا نعرف أي منشأة ستكون لا يسعى لاستعادة أي من المنشآت التي تمت خصخصتها لا يسعى إلى الاستثمار في مشاريع جديدة ليش ما يعمل مصنع بتروكيماويات ليش ما يعمل مصنع للسيليكا بدل ما إحنا بنبيعها بسعر التراب لإسرائيل نصنعها ونصير نبيعها 200 دولار للطن بدل ما إحنا بنبيعها $3 للطن هذه المواد ليش ما يعمل ليش ما تستثمر الحكومة في الهاي تك جلالة الملك 100 مرة حكى بدي الأردن يصير مثل هونغ كونغ ومثل ماليزيا ليش ما استثمرت الحكومة في الهاي تك ووظفت شبابنا خريجي الجامعات ودخلت دخل إيرادات ملكية لخزينة الدولة بدل ما كل ما بدها الدولة مصاري بتروح لسه في مصيبة أكبر هل تعرف أن الحكومة هاي السنة اقترضت
8.6 مليار بحسب الأخبار المنشورة على المواقع الإلكترونية في عام 2015. تعرف شو معنى هذا الكلام؟ إحنا كل مديونيتنا كانت 11 مليار تقريبا، بنحكي عن 21 مليار، بنحكي عن 30 مليار دولار حجم المديونية لحد عام 2015. في عام واحد بتقترض 8.6 من 10 مليار طيب. وين بدك تودينا؟ دخلنا على الحيط. عارف الرقم ما راح احكي فيه لانه بعتقد انه هي على مدار اكثر من سنه 8 مليارات، لكن عارف منين يجي الفارق اخ محمد؟ قبل الفارق فوائد الدين عندنا مليارين دولار كل سنه. قبل فوائد الدين، فوائد الدين مليارين، هاي الارقام هي كلها تراكم فوائد الدين مليار. لا مليارين مليار كل وزير الماليه اليوم حكى لي مليارين للموازنه الوحدات المستقله زائد موازنه الحكومه كل واحده فيهم بعدين مليار. هاي الموازنه اللي بايد الدكتوره اعدها اميه طوقان وليس طيب. وزير الماليه الحالي. طيب احنا ديوان المحاسبه، ديوان المحاسبه والموازنه لا تختلف عن سابقاتها، تتغير بس الجلده الخلفيه. طيب. تسمح لي اقرا لك كم بنسدد كل سنه احنا فوائد هالقروض؟ قديش؟ مليار وشوي. مليار تسديد عجز الموازنه، 647 مليون دينار تسديد اقساط القروض الخارجيه المستحقه، هاي موازنه 2016. اطفاء سندات دين البنك المركزي 80 مليون، اطفاء سندات محليه بالدولار 816 مليون طيب. دينار. طيب. اطفاءات الدين الداخلي 4 مليار و524 مليون طيب. دينار. هاي المصاري كلها وين؟ يعني كل هاي الحسبه وبتقول بيعطي ثقة للحكومة. طب هاي أرقام بتقول لك دكتور رولا راح يهلك وجبت المواطن. الدولة ما عندها موارد، اللي كانوا يساعدونا أول وقفوا عن المساعدات لأنهم كلهم واقعين في مؤسساتنا. وينها مؤسساتنا؟ من تعرف الترهل الإداري اللي عندنا والبيروقراطية، هربت المستثمرين، هربت اللي كانوا بدهم يستثمروا، ما عاد في عندك استثمارات. اللي بقول لك في استثمار بالأردن، دليل على ذلك في استثمارات اثنين الأبراج، شوف بدأ 20 مليون هسه صيانة، والخط السريع عمل أزمة بالأردن من الصويلح لغاية ما تصل العبدلي، أزمة لا مثيل لها. تخطيط ما في بالدولة، إنجاز مشاريع ما في، كله عشوائي. تيجي الحكومة بتخطط، الحكومة اللي وراها بتهدم. لذلك ما راح يكون هناك، بدك فريق اقتصادي، فريق تخطيطي 100% يقدر يمشي مع المرحلة اللي هو الحكومة اللي متعاقبة. خذ مثال ذلك، أنا عندي دولم أرض مثلا لا سمح الله، نعم، بشارع مكة حقه 3 مليون، لا سمح الله، بدفع عليه 9% رسوم، والدولم اللي تبع المخيبة أبو 200 دينار بدفع 9%. يجب الرسوم أن تكون نسبة وتناسب، مثل بريطانيا، مثل الدول الغربية. ما بصير أنا عامل ابن المخيبة أو ابن الطفيلة أو ابن الكرك مثل ابن عبدون وابن دير غبار وابن دابوق. يجب عليه أن يدفع الضريبة هذا، لأنه ابن القرى، ابن القرية حارس على ابن هذا الشخص، لأنه هم رجال الأمن، هم القوات المسلحة، هم الأجهزة الأمنية، هم اللي سهرانين الليالي. لازم الغني يعطي للدولة مشان يقدر الضعيف يستمر بحياته. لذلك في عندنا تخبط وعدم استراتيجيات وعدم وجود فريق اقتصادي 100%. كل الحكومات السابقة كان فيها فريق اقتصادي، باستثناء هذه الحكومة ما فيها فريق اقتصادي، فيها فريق مالي مش اقتصادي. ما حتى رئيس لا ما فيها، ما فيها هو رجل مالي، ووزير المالية مع كل الاحترام هو رجل مصرفي الجديد، السابق يعني كان محافظا البنك المركزي، ولكن جميعهم قاريين عند نفس الشيخ، نفس الفلسفة، نفس النهج. بتعرف حط الاقتصاد على جهة، بدناش نحكي بس الرئيس، مش الرئيس، بدي أحكي بإشي بيتها مش على أنا يحسب أسمع. للرئيس محيلي أنا يحسب لهذه الحكومة، وأنا بمثل حصة الغايب لا أكثر ولا أقل، إنها ما عملت ولا ملحق موازنة. يا سلام، ألم تلتزم هذه؟ مش هيك بتحكي؟ في أهم من هيك يا إيش في؟ يعني خلينا نحكي الواقع. محطاتهم بالفرقية على الموازنة العام الجديد. لن يكون في عادات الحكومة لا حراكات، لا إغلاق طرق، لا أي شيء يزعزع أمن البلد. ما يا كان أبو فراس طول بعد بقى. هذه الحكومة ولا مرة ولا رفعت الغاز الأولى، كان حط عجين وطينة. اسمع، حطت الفرق على موازنة العام الجديد، طلعت الفرق. خليني أترك الاقتصاد، بدي أحكي في إشي بفهمه المواطن الأردن. بدي أحكي سريعا بس أنا وقتي بداهمني، بدي أحكي عن السياسات التربوية. أنا بدي أسألك السؤال التالي، قبل أن تأتي هذه الحكومة مع وزير تربيتها الحالي، كانت نسبة النجاح في التوجيه بحدود 52%-54%، الآن انخفضت نسبة النجاح بالتوجيه إلى 25% بالمتوسط. يعني إيش؟ يعني نص اللي كانوا بينجحوا أصبحوا ينجحوا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني عندك 3/4 الطلبة اللي بيدرسوا في المدارس لم ينجحوا في التوجيه ولن ينجحوا في التوجيه، خاصة وإنهم رفعوا عليهم رسوم الدراسة الخاصة، صارت كل مادة عشان يدرسها بده 50 ليرة اللي استنفذ فرصه الأربعة. طيب الآن ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندك جيوش
من الطلبة العاطلين عن الدراسة عن العمل عن دكتورة. المستقبل في الشوارع. أنا بدي أسألك سؤال، مش ضبطوا الامتحان؟ خليك مع إنسان الغش. طب هو الضبط إنسان الغش، أنا مع أنا مع ضبط. خليك معي بس يا صديقي فضل. يا محمد نحن جميعا مع ضبط الغش. طيب المسألة مش أنهم ضبطوا الغش، هم ضبطوا الغش وصعبوا الامتحان وحذفوا العلامة الحدية، وكان الهدف هو تقليل أعداد الناجحين. ضبط الغش على رأسي، كلنا مع ضبط الغش، لا أحد يقبل بالغش. ولكن ماذا قدمت الحكومة من سياسات لتأهيل هؤلاء اللي رمت بهم إلى أحضان المخدرات وإلى أحضان داعش وزتتهم في الطريق ليس لهم من أمل في الحياة ولا أمل في أي شيء؟ ماذا قدمت لهم؟ لم تقدم شيئا. نسبة البطالة ارتفعت في عهد هذه الحكومة بدلا من أن تنخفض رغم كل مشاريع التشغيل الوظيفي. والفقر 37% كمان، دوائر الفقر ومناطق الفقر توسعت، خط الفقر ارتفع. يا جماعة يا جماعة، الناس اللي كانت مصنفة في الطبقة الوسطى انقرضت وتآكلت ونزلت إلى أحضان الطبقة الفقيرة. صحيح في جزء صغير من الطبقة الوسطى رحل للطبقة العليا، ولكن هذا جزء لا يذكر مقارنة بالطبقة اللي نزلت وانحدرت إلى الأسفل. طيب واضح جدا، بس سؤال سريع وإجابة نعم أو لا، مستمرون طبعا في هذه؟ طيب تنجحوا نعم أو لا؟ أنا بقول لك على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. إحنا بنبري ذمتنا أمام الله وأمام الوطن وأمام قائد الوطن وأمام الشعب الذي منحنا الثقة وصوت لنا وخرج من بيته في البرد وذهب لينتخبنا في صناديق الاقتراع. نحن نؤمن بأن هذه الحكومة خطر على الشعب الأردني. طيب. ونحن ماضون في طرح الثقة فيها. هي الدكتورة بتحكي لأنا نائب وطن، أنا نائب دائرة. نائب الوطن بيختلف عن نائب الدائرة. ما في، كلكم نواب وطن. تفضل يا أستاذ فواز، كلمة أخيرة أرجوك. في اليوم بيجي رجل الإحصاءات العامة بضرب الجرس تطلع عليه الختياره، تقول تفضل يا خي. قال بدي اشوف قديش عدد داركو وكم واحد. قالت احنا سبعه بننتخب فواز الفقير. هي بفكر جايب انتخابات المره، ما فيش توعيه لمثل مثل هذه الاشياء. اخي الكريم، احنا في الحمد لله بلد امن مستقر ورحمه على شهداء الوطن، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب على كل مواطن اردني ان يكون رجل امن لمصلحة هذا الوطن واستقراره. وكل الشكر لقناة رؤية خلص الصادقة الأمينة. بينجحوا النواب في طرح الثقة في الحكومة؟ لا لا لا، مستحيل. ما دام عبد الله نسور موجود واللي بده يجي، لن ينجح مجلس نواب بطرح ثقة بأي حكومة قادمة من هالساعة تقوم الساعة أبدا. تغيرت النفوس، تغيرت واضح. تغيرت. طيب سؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤية والنسب النهائية لسؤال هذه الليلة، الذي يقول هل تؤيد القرار الجديد الترخيص؟ نعم 63% لا 37%. إلى هنا إذن نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض بلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، استبقى دائما معكم، منكم وإليكم. نلتقي غدا، تصبحون ألف خير.